مد اللازم 6 حركات ما يستطيع أحد أن يفعل بها، انتهى المسألة. يعني مسألة القرآن سبحان الله كمسألة كأنها رفعت الأقلام وجفت الصحف، كأنها هكذا انتهى مسألتها، ليس باب اجتهاد. هذا ممال، هذا ممال، هكذا ويقرأ هكذا، ما عنده أي شيء، كما كمثل أعمى. يلا ماذا تستطيع أن تقول؟ وهناك بعض من العلماء يجتهدون في مسائل، هذا أتى من أجل هذا، هنا أمال وهناك لم يمله، ومرات يصيب ومرات يخيب في أبواب أخرى، أبواب أخرى يميل بها سبحانه، يخيب بها، لأن هناك سوف يكون يعني ملاحظة نأتي بها إن شاء الله. عندما لو قلنا يعني ما نريد أن ننقسم في الدرس، هناك مثل كلمة ميت، كلمة ميت، لا عفوا، هناك كلمة رضوان، كلمة رضوان، حفص يقرأها بالكسر أم بالضم رضوان؟ بالكسر. شعبة ماذا يقرأها؟ بالضم. ولكن هناك كلمة في سورة المائدة، إلا من اتبع رضوانه، رضوانه، وافق حفص، فيها الضم. يقول المجتهد، يقول لأن هناك هاء الضمير، هكذا وينتهي. واضح كيف؟ هناك من المسائل يعني يجدون لها شيء من الكلام، يستطيعون أن يأتوا بها، يأتوا بها، ولكن كما قلت كمثل أعمى ما يستطيعون، كمثل سجى الذي ذكرناه الشيخ، قال والله أحد ما استطاع أن يقول لها شيء إلا أنها سند، هكذا يقول. لماذا؟ لأن يوجد هناك 3-4 يميل، هو لا يميل، والآخرون عندهم، عنده الآخر يعني كلمات غير هذه كلمة سجى، هو يميلها، ولكن هذا فقط الوحيد لا يميل، يميل الضحى ولا يميل كلمة هذه الكلمة الثانية. لماذا؟ ما عندنا شيء، على نفس الوزن، نفس الوزن، لماذا؟ لا ندري. واضح إن شاء الله. الآن نأتي له إن شاء الله، أنا قلت حتى لا يكون هناك تكلمنا في أننا في شعبة خالف فيها حفص في الحروف المقطعة لكلمة حي طهر، الحروف 5 أمالها بحركتين شعبة، أم إمالة كبرى، يعني حفص يقرأها بالفتح، هذه الأحرف المقطعة، شعبة بالإمالة الكبرى، فيكون كما ذكرت طه لحفص، طه لشعبة، حاميم الذي أنت تعرفه لحفص يكون ح وليس مي، ميم عادي، ما عندنا مي هكذا تفعل شيء فيها، لأنها ما عندنا حي طهر، ما عندنا ميم فيها. ألف لام ر لشعبة، ر هكذا، حي طهر، واضح؟ جيد إن شاء الله. عندنا الكلمات التي ذكرناها، هناك مجموعة من الكلمة أين ويمال، عندنا كلمة رمى الذي ذكرناه في سورة الأنفال، هو الوحيد الموضع الوحيد الذي ذكر في القرآن كلمة رمى في سورة الأنفال، فيميلها شعبة، فيأتي كما قلت ولكن الله رم، هنا أين رمي؟ نعم رمي. الآن عندنا كلمة هار في سورة التوبة، ها؟ نعم جرو في النهار، يقرأ هير. عندنا قلنا كلمة أعمى في موضعين من سورة الإسراء فقط، يكتب عندها فقط، حتى هناك الأعمى حتى لا تلتبس عليك. عندنا في سورة الإسراء
ونائي بجانبه، هنا خطأ تقع كثيرا، يقرأها ونائي بجانبه، لأن عندنا الروايات يميل فيها ونائي، يميل النون كذلك. ونائي بجانبه، واضح؟ جيد. عندنا غير عندنا في شعبة ونائي بجانبه، وعندنا غيرهم ما نريد أن نلتبس الموضوع ونائي بجانبه. وعندنا كلمة سوى فقط لسورة طه، يمينها شعبة سوى. عندنا كلمة سدى في سورة القيامة. نعم. إذا أوصلناها مع بعد مع مع بعدها. ها؟ ها؟ إيش فيها بعدها؟ فتكون القاعدة التي نحن تكلمنا عليها وذكرناها إيش؟ تسقط الإمالة، يعني تكون سدى ألم يكن طفة من مني يمنى. كيف؟ إن ذكرناها قلنا الوصل والتنوين، ما قلناها القيد يعني موجود. نعم التنوين والوصل، يعني سواء وصل أو تنوين تسقط، هذا لا تنسى، يعني تسقط مرة ثانية بالتنوين وللهمزة الوصل. ما هناك يعني هم يكون إما هناك يكون تنوين أم همزة وصل، سواء أي منهما حضر أو حضر كلاهما في آن واحد فهو ساقط الألف، لأنه عندئذ تكون نون ساكن تحرك. واضح كيف يعني؟ ولا ما تستوعبون يعني؟ النون ساكن، يعني مثال يعني مثلا أحد الله، أين مثلا هناك مثلا الصوت نون ساكن تكون كمثل السودان، هناك النون ساكن فتحرك، فلم تكن التحريك هناك، لا تكن هناك التحريك ألف ساكن، فإنما تحرك يعني تكون حرف آخر. واضح إن شاء الله. عندنا لحفص لشعبة خالف فيها حفص السكتات الأربعة الذي كنا ندندن عليها دائما، أدغم يعني هناك أوصل بدون سكت، يعني إذا وصل إلى كلمة مثلا وقيل من راق مباشرة يقرأ شعبة هكذا وقيل من راق، وهناك بل ران في المطففين يقرأها بإدغام اللام مع الراء، قل ربي، كيف يدغم شعبة وحفص قل ربي، فيدغمها شعبة تزيد فيها يزيد فيها الإمالة، برين على قلوبهم برين على قلوبهم. في أي الإدغامات يدخل اللام مع الراء؟ إمالة اللام مع الراء في أي نوع من الإدغامات؟ الثالث الأخير المقصود واش متجانسين متقاربين. نعم، لأنه هو أنت لماذا لا تفكر بها؟ عندك قل مع الراء في أي الإدغامات؟ قل مع رب العالمين، مع أي الإدغامات تكون؟ متقاربة. هناك هل يوجد فرق اللام من بل، سواء كان قل سواء كان دل حل، اللام هناك لام يعني ما تكون شيء آخر، فأنت تأخذ اللام ما عندك أي شيء، فهناك الكلمة تغير ما تكون في حفص، ولكن في شعبة يدغم مع الإمالة. الأخ يسأل يعني ما هو النوع من الإدغام؟ أنا قلت المتقارب. لا، بعض الكتب يعني قالوا هذا الإدغام يسمى في قل يعني لم